تنشريو الزيتون من عند الفلاح، الفلاح صافي تيشد فلوسو تيمشي بحالو، حنا تنتكلفو بالمصاريف بالسقي بكل شيء. من بعد فاش يوصل الزيتون تنجيو تنجنيو تنجيبو الخدامة، من بعد فاش تنجنيو تنديو للسوق على حسب كاين اللي فاهم. شي واحد تيدي لعندو الديب ولا المعصرة، اللي ما عندوش من يدي تيدي للسوق باش ما عطا الله تيبيع. ونتمنوا من الناس المسؤولين ويتلقوا الناس الساقيه. بالنسبه حنا عندنا الساقي ديالنا، حنا هاد العام ما عندناش الزيتون كاع في تبعسيت. تبعسيت راه معروفه، راه الساقي ديال تبعسيت عام هادي وهي مسدوده من شهر 9 ديال العام الاول حتى لدابا، ما متلقاش واحد المره ولا جات. المحصول ديال العام الاول على هاد العام، العام الاول كان الحب قليل والمعطى عاطي مزيان. هذا العام الخير موجود، ولكن مع الشتاء والماء ما كانش الزيتون والد والمعطى قليله واحد شويه. كيجيب السيد الزيتون ديالو كيلوحو في التشاريج، من بعد تنطلعو بالطلاء يتلاح في الحجره، كيبقى تيدور عليه الحجره حتى تيطيب على حسب الخدمه ديالته، وكنلوحو في الملاكسون، ومن الملاكسون نعاودو نعمرو ثاني في المصاور ديالو. هي اللي كندخلو للبريصه، هي اللي كيتعصار وكيمشي لبلاصتو فين كيطيح، وكنخليه واحد شويه، ومن بعد كندوزوه في الصفاي ديالو وكيخرج الزيت المولاه. حنا الاختلاف اللي بيننا وبين هاد المناطق اللي عندها الزيتون، هاد الارض حنا عندنا حرشه شويه، فيها الجوده مزيانه وكيبقى الزيت ثقيل، ولا طحنتي واخا يبقى حتى العام الجاي يبقى فيه نفس اللون.